سيلا سعد، نحكي على المشاريع. والسيد رئيس الحكومة يعد الجميع بالمشاريع ويبشرنا بهذه المشاريع يمكن أن تتحقق في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة. أنت قلت لي توا الأرض موجودة وما يهزوهاش، هذا إذا كان هذا ما نأمل، هذا إذا مادام احنا موجودين بقدرة ربي. لا، إذا كان ما باعوهاش في 2019، هذا إذا كان ما تمش البيع نتاعها في 2019 في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق. وأنت تعرف معناتها أن السفيرة السابقة للاتحاد الأوروبي هذه المدعوة لورا بايزا ثمني في حوار أجراته مع إحدى المجلات قالت احنا ما طالبين منهم حتى شيء، توا هالناس اللي موجودين معناتها في الأرياف وكذا نتكفلوا به ويعطونا الأرض نزرعوها كالزراعات البيولوجية، نهزوا المنتوجات نتاعها ندخل لهم شوية عملة نخلصوا لهم القروضات ونجيبوا لهم المنتوجات المسمومه نتاعنا ياكلوها، ياكلها الشعب التونسي ويتسرطن، ما ثم حتى اشكاليه. ها يا سيدي، توا باش نبين لك حويجه ساعه لسي محمد على الهواء اللي راهو اليوم، هل تشوفوا فيه هذه المسرحيه نتاع اللي كنا نتفرجوا عليها وكذا واجراءات وما نعرف شنو، كله راهو بلوط، عليه بلوط. ها وثم جريمه اخرى تتعلق باعمال تحيل خطيره لا تقل خطوره على الاجرام اللي كنا نشوفوا فيه. نتاع شنو؟ نتاع مكاتب التوظيف بالخارج، هاو موضوع سيدي يخدموا هذا يا سي محمد، هاو يا سي محمد، راهوك النهار المدير العام في وزارة التشغيل راني تفرجت عليه وصبته بالأحباط، وقت اللي يسألوا فيه، على الإجرام هذا اللي تتفرج عليه ما يسمى بوزارة التشغيل، اللي أنا كان نمشي غادي ونشوف شنو تخدم وكذا، توا نوفر في إطارها فهمتي آلاف مواطن الشغل، لأنه عباد لا تخدم ولا حتى شيء ولا تنتج شيئا إلا الدمار لهذا البلد. نرجع بيك توا للسيد فهمني تحكيو على المشاريع رئيس الحكومة، أنا خيرا مبارك تفرجت عليه قال راهو ثم معمل باش يوفر 6000 موطن شغل، يبدو أنها شركة ألمانية. هو خبر به هذا سي لاسعد، هذا خبر به. راهو يا سي رئيس الحكومة يلزمك تفهم حاجة، اللي راهو الفرنسيس مشهم أغبياء والطلاين مشهم أغبياء والألمان مشهم أغبياء، راهم لا يستوردون البطالة، راكم ما تفهموش، راكم أغبياء والله سذج. حتى معناتها ما تحب تحافظ على الكرسي تكون شويه ذكي، اما انت غبي، لانه الالماني هذاك وقت اللي يبعث لك راهو الواحد راهو عن وعي، تعرفش علاش؟ على خاطر ثم مشكله عندهم، مشكله نتاع تنافسيه ونتاع تكلفه، راهم هما ما يحبوش يستوردوا البطاله. ونعلمك يا سيد وقت اللي انت ما كنتش موجود في البلاد هذيا، الالمان قاطعوا المنتوجات اللي تجي من برا، ولهنا الغرفة التجارية التونسية الألمانية ولات تخبي في الهوية نتاع الشركات الألمانية المنتصبة بتونس، لأن المجتمع المدني قرر مقاطعة، قال لك هذا استيراد للبطالة. هاو الناس الواعيين، أما أنتم هذا ما تفهموش. لذا وقت اللي سويسرا قررت أنه مراكز النداء في العالم كلها السويسرية تسكر، خرجت قانون. ونزيدك معلومة ما تعرفهاش، أنه الفرنسيين كانوا باش يخرجوا قانون باش تسكر مراكز النداء كل في تونس، ولكن المافيات واللوبيات نتاع قطاع الاتصالات غادي في فرنسا، وأنت تعرف أن الطبقة السياسية فاسدة برشا في فرنسا، والفساد ينخر فرنسا أكثر من تونس، اللي هي باش تقرينا الوكالة نتاعها تمول لنا في الندوات الفلكلورية نتاع الحوكمة، هذه مهزلة وخيانة. جاوا قالوا لهم راهو عندنا مشكلة نتاع تكلفة، ما تخرجوش القانون، مش على خاطر يحبونا ولا خاطر عينينا فهمني زرق، لا، على خاطر مصالحهم، هذا اللي ما حبيتوش تفهموه، واللي تبشروا بنا فيه هذايا راهي قنابل موقوتة، وهذا كتبوا عليه الناس الاستراتيجيين من الثمانينات والسبعينات، قال لك يا ولدي راهي هالشركات هذه راهي تخلق مواطن شغل، أنا من اللي كنت أقرأ في المعهد، نقرأ في الدراسات هذه. راي مواطن شغل هشة غدوة وقت اللي يخرج لك مراكز النداء من تونس تعرف عشرات آلاف البطالة باش يخرجوا لك حاجة أخرى. موصي لسعد نجم يكونوا مثل هذه المشاريع قادرة أن تخفف من الضغط بتاع الأزمة الاقتصادية في تونس. بلا احنا علاش نعملوا على الاستثمار حكاية نولي نسكر على رواحنا سي لسعد. هذه مسكنات كما قلت لك جيت ناحية الوزير هي مسكنات، لأنك لأنه الحل مش لهنا، الحل اليوم في منوال التنمية، رد بالك اليوم الحل مش اليوم انا على خاطر عندي يد عامله بخسه يجيني هو لهنا، بالعكس انا يلزم اليد العامله نتاعي ما تكونش بخسه. امشي شوف النموذج اليوم الصيني، امشي شوف الناس اليوم تقبض المزمر في الصين شهريته 5000 دولار برا، شوف لانه فاقوا هما، لانه عندهم ناس تفكر مش كيفنا نحن. هذاك رد بالك هذيك قنابل موقوته. خليني نزيدك توا السيد رئيس الحكومه، السيد رئيس الحكومه راهو
راهو هذا اللي قدامك تشوف فيه أو مش نوريه، هذا ريتو، هذا لا يمثل العشر من المراسلات اللي نبعثوها له، هذا لا يمثل العشر في كل شيء. هذا ربما فما اختلاف في الرؤيس، ما ثماش اختلاف الرؤية نتاعكم مختلفة على الاستراتيجية اللي مخذتها الحكومة. ما ثماش اختلاف في الرؤية، نحن نحدوا فيه على موارد، انا نحدث فيك اليوم على عشرات الاف المليارات ضايعه اللي انت اليوم تنجم تعمل بها التنميه، وتنجمك السيد هذاك اللي في عود يحط صبات في كرذونه ويحط كذا كذا، هذاك تكونه وغدوه الساعه نتاع العمل نتاعو ما نبيعوهاش بدينار، نبيعوها ب 10 دينارات. لا خل نزيدك، ها لخص لي سي لسعد لانه الوقت قاعد يدهن فينا. هذه اسئله، هذه او الاجرام، هذه اسئله موجهه من نواب الشعب، من نواب الشعب موجهينهم الرئيس الحكومة أسئلة تتعلق بمسائل خطيرة. ها 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 ونزيدك تحكي عن الفساد ومكافحة الفساد، هاوني يسأل على إهدار المال العام في إطار مسرحية مكافحة الفساد لرئيس الحكومة مصبوبة بمجلس النواب يوم 29 ماي 2018، تو ويحدث فيه كيف يتم إهدار المال العام. اليوم نايب يسأل وزير رئيس الحكومة ويسأل وزير الشؤون الاجتماعية، ما نحكوا على البطالة، يقول له راهو اليوم هالهياكل الفولكلورية المستقلة الدستورية وغير الدستورية راهي تشغل في المتقاعدين. هل يعقل أنه اليوم هيئات قالوا لنا الدستورية شيء باش يعمل الحوكمة، وشيء باش يعمل لنا مرار شنوة، وشيء باش يعمل لنا حقوق الإنسان، هذم يشغلوا في المتقاعدين من دمنا نحن ولحمنا؟ هاو نزيدك، ها واضح، واضح، فهمنا انه يبدو انه فماش تجاوب رئيس الحكومه، واضح فماش تجاوب من رئاسه الحكومه. خل نزيدك حويجه فقط بالله، ما نحتكروش الكلمه سي لسعد، باش نعطيك حاجه اللي انا عايش اليوم. عندنا الاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجبال، جيت انا الوزير التشغيل وبعث له رساله هاي مؤرخه ب 2 سبتمبر 2016، قلت له خلنا نتقابلوا معاك باش نعطوك الاسباب الواقفه وراء بطاله الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجبال. ما انا جاوبني ما جاوبنيش، وهذا مظهر من مظاهر الفساد. واضح سي لسعد، واضح. نزيدك حويجه، وزير المال نكتفي بهذا القدر بعد اذنك، خاطر قاعدين لا هاو باش نكمل لك، نحب نوسعوا الحوار على الضيوف اللي حاضرين معنا. لا باش نكمل لك هذه فقط. جينا لوزير الماليه قلنا له راهو ثم الاف من العاطلين عن العمل، عيشة خلينا نشوفوا لهم حل، وراو السوق يتسع عليهم وكذا كذا، وراو ثم فساد جبائي كبير، وثم صمصرة، وثم مافيات في الملفات الجبائية، وهذا يكلف الخزينة العامة آلاف المليارات. يجاوبنا الوزير 13 صفحة كلها أكاذيب ومغالطات. بعثنا الرئيس الحكومة قلنا له افتح تحقيق في الأكاذيب والعصابة هذه نتاع وزارة المالية، اللي خرجت جواب كله مليء بالمغالطات والأكاذيب، وأعطيناهم له في قائمة الرئيس الحكومة. لم يحرك ساكنا. واضح سي لسعد، هاو الاوروبيين، ما هو الاوروبيين، قلت لي اخر نقطه هذيك اللي عطيتها الكل يتبع بعض، هاو الاوروبيين، هذه المنظمه اللي تمثل اكثر من 200 الف مستشار جبائي، بعثوا لنا رساله دعم، قلنا لهم راهو فهمتي باش يتم التحرير وكذا، واحنا القانون نتاعنا متخلف. اتعس من ذلك شنو يعمل رئيس الحكومه تو؟ الشاهد هذا اللي هو القائد الاعلى لمكافحه الفساد، يكلف شخص يدعى فيصل دربال خبير محاسب من ألد أعداء المهنة بالملف نتاعنا، هذا فساد ولا مش فساد؟ واضح سي لسعد، واللي نتمناه هو أن سيد رئيس الحكومة يكون يتابع في الحصة نتاعنا، ورجائنا من الأشخاص اللي يعرفوا السيد رئيس الحكومة عن قرب نحاولوا في كل حلقة باش نعطيو معطيات، وسي لسعد كان في أكثر من حلقة أعطى العديد من المعطيات الرسمية واللي تأكد أنه يبدو فماش تجاوب، رجائنا أنه يتم التفاعل، وكان فاتتكم الحلقة تنجموا تحملوها على الصفحة الرسمية لقناة اسمح نقطة فقط نعطيها. لو يصدر قانون تو يصدر قانون يتعلق بالديون البنكية التي شطبت والديون البنكية المتفحمة، تو نحلوا المشكلة تاع البطالة الكل في تونس ونعملوا آلاف المشاريع، هذه الأولى. علما وأنه اليوم إلى حد هذه اللحظة والجريمة متواصلة، والناس اللي عندهم فهمتني اللي عندهم النفوذ وعندهم كذا يحصلوا على القروض وكل شيء بنفس الاساليب القديمه. مساله اخرى الاخيره باش نختم بها، باش نتوجه الى السيد رئيس الحكومه من خلالكم. يا السيد رئيس الحكومه، يا القائد الاعلى لمكافحه الفساد، راك اصدرت المنشور عدد 12 لسنه 2018،
حرضت فيه الوزراء وقت اللي وقعت مشكله في البرلمان، حرضت الوزراء باش يجاوبوا على النواب في اجل 10 ايام اذا السؤال كتابي، وفي اجل 15 يوم اذا كان السؤال شفاهيا. الا انه راهو عندك مئات الاسئله، ومئات الاسئله الخطيره وفيها فساد كبير، تصلك من النواب وانت لا تجيب. انا ما نحبش ينطبق علي قول الشاعر اتنهى عن خلق وتاتي مثل وعار عليك اذا فعلت.